صحيح، انا تو الملاحظ الرياضي ولا الصحفي الرياضي يشاهد المباراه، لكن احنا عندنا الحقيقه نتاع الكوليس اللي عشنا فيهم اسبوع كامل. عندنا العديد من الاصابات، عندنا العديد من الملاعبيه مرضى، عندنا العديد من الملاعبيه تمارضوا، معناتها فما بعض المشاكل الفنيه اللي لقيناها يعني في اخر وقت باش لقينا تشكيل نلعبوا به. شاركنا زوز لاعبين اللي نشطوا في فريق الامال، الحق ما قصروش وخدموا المردود اللي مطلوب منه، كسوا ايفري ولا اللاعب معاذ رضاهي الليم اللي خرج. نقولوا نقطه في الوضعيه اللي نعيشوها، معناتها على مستوى المشاكل الفنيه نقولوا الحمد لله.